السيسي يشارك في قمة بريكس واجتماعات ثنائية مع عدد من الزعماء. بريكس من مجموعة اقتصادية إلى قوة دافعة للنمو الاقتصادي العالمي. وتقارير أممية تشير بأصابع الاتهام لحكومة الوفاق بدعمها الجماعات الإرهابية. حصاد إخباري جديد يأتيكم من أون لايف، أهلا بكم. أهلا لبنى وأهلا بكم. نبدأ حصاد الليلة بتغطية قمة البريكس ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة. فقد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة الشيامين الصينية للمشاركة في منتدى أعمال قمة بريكس تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ. ويعقد الرئيس السيسي لقاءات ثنائية مع عدد من القادة المشاركين في القمة على رأسهم الرئيس الصيني. يعد اللقاء المرتقب هو القمة الخامسة ما بين الزعيمين. كما يعقد الرئيس لقاء آخر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي. يشارك السيسي في جلسة خاصة لمصر غدا بمنتدى رجال الأعمال، وتنظيمه القمة يحضره أكثر من 1200 رجل أعمال من مختلف الدول. يتحدث الرئيس في الجلسة لنقل رؤية مصر لمستقبل الاقتصاد العالمي. وقد جاءت دعوة مصر للمشاركة في قمة مجموعة بريكس باعتبارها ركيزة للاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، وتقديرا للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها حاليا والتي عززت من ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين كافة في الاقتصاد المصري. معنا في هذا الشأن مباشرة الدكتورة نادية حلمي الباحثة في الشؤون الصينية أستاذة العلوم السياسية بجامعة بني سويف. دكتورة أهلا بك. وهنا قمة بريكس، أولا نود أن نلقي الضوء حول تكتل بريكس، يعني كيف نشأت هذه الفكرة، أيضا أهم الأهداف التي دعت تلك الدول في البريكس إلى التعاون فيما بينها بعيدا عن مؤسسات مالية غربية من خلال إنشاء بنك تنمية، صندوق احتياطي نقدي جديد يخرجها من تحت عباءة البنك وصندوق النقد الدولي الحاليين، وما لديهما من شروط مجحفة وخاصة للدول النامية. يعني في حقيقة الأمر دعني أعود بك إلى الوراء، وتحديدا منذ عام 2001 عندما أعلن السيد جولدمان ساكس وهو كبير جيم أونيل وهو كبير الاقتصاديين في بنك جولدمان ساكس، عندما أعلن عن تدشين فكرة قمة البريكس، وكانت يعني في البداية أربعة دول هم روسيا الصين الهند يعني والبرازيل، ومؤخرا في عام 2011 تم انضمام جنوب افريقيا الى قمة البريكس. في البداية تم تدشين هذه القمة على اجتماع في اطار اجتماع وزراء خارجية الدول الاربع المعنية في خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان أول اجتماع قمة كان في عام 2009. في عام 2011 تم انضمام جنوب أفريقيا إلى قمة البريكس، ونجد أن يعني كان هناك القمة الحالية هي القمة التاسعة، وكانت هناك قمم ثمانية سابقتها، كانت كل قمة تحمل شعار مختلف. القمة الأولى مثلا كانت تحمل شعار الأمن الغذائي، قمة أخرى كانت تحمل شعار التنمية المشتركة والازدهار المشترك، قمة ثالثة كانت تعني بالشراكة ووجود فرص متساوية للجميع على قدم المساواة، القمة الحالية تحمل شعار شراكة أفضل لمساواة مستقبل أفضل للدول المشاركة في هذه القمة. هذا العام يعني تم دعوة خمس دول من القارة الإفريقية، تم دعوة مصر وغينيا، من أمريكا اللاتينية تم دعوة المكسيك، من آسيا الوسطى تم دعوة طاجكستان، من جنوب شرق آسيا تم دعوة تايلاند. وفي حقيقة الأمر فإن قمة البريكس الحالية وكل القمم الحالية يعني كانت حريصة بشكل أو بآخر على دعوة عدد من الدول التي يعني دول الأسواق
الناشئة أو الدول النامية أو دول الأسواق الصاعدة إلى هذه القمة. يعني هذا العام نجد أن هناك تنوع كبير جدا. يعني عندما سمعت كلمة الرئيس الصيني السيد شي جين بين اليوم صباحا يعني كنت شغوفة، لأن هذه الكلمة كانت يعني موجزة ومختصرة وشاملة لكافة المناحي. هو قد تحدث عن الإنجازات، قد تحدث أيضا عن التحديات، قد تحدث أيضا عن إصلاح الأمم المتحدة ودور الأمم المتحدة أو احترام دول البريكس للمواثيق الدولية المعنية للأمم المتحدة. قد تحدث أيضا حتى عن النواحي الداخلية في الصين. صحيح. وذكر صراحة أن الصين قد قامت بإجراء حوالي 1500 يعني إصلاح في النواحي المختلفة. نعم. طيب دكتورة، هنا كيف يمكن أن تستغل مصر هذه القمة، وخاصة أنها لأول مرة تشارك كما قلت حضرتك مع دول أخرى أيضا يعني كضيوف في هذه القمة؟ كيف تستغل هذه القمة في إعطاء هذه الدول الاقتصادية أن مصر لديها تدابير، لديها احتياطات، لديها أيضا دراسة جدوى لمشاريع استثمارية معينة، لديها أيضا قانون استثمار جديد يمنع الروتين، يمنع البيروقراطية، من أجل جذب المزيد من المستثمرين في هذه القمة؟ يعني دعني أرجع بك إلى الوراء، وتحديدا يعني هذه هي خامس يعني لقاء مشترك يجمع بين الرئيسين السيسي ونظير الصيني شي جين بين. وهناك حرص في حقيقة الأمر من القيادة الصينية على دعوة نظيرتها المصرية للمشاركة بشكل أو بآخر في اجتماعات القمم السابقة، مثل قمة العام السابق، حضور قمة مجموعة العشرين في مدينة هوانغتشو الصينية، وهذا العام أيضا في مدينة شيامين دعوة مصر لحضور قمة البريكس. أهمية مشاركة مصر هي البوابة الغربية لمبادرة الطريق والحرير الصينية. ويعني منذ عدة أشهر وتحديدا في شهر مايو الماضي يعني كانت شاركت مصر بوفد كبير جدا، وفد ضخم دم أكثر من 8 وزراء مصريين لحضور قمة طريق الحرير التي عقدت في بكين بحضور 8 وزراء مصريين. وأعلنت الصين صراحة يعني عن وجود استثمارات صينية بقيمة 40 مليار دولار لدعم مشروعات التنمية في مصر. نعم، هل تسمعني؟ صحيح أسمعك، وخاصة أن يعني الصين عينها الآن على أفريقيا دكتور نادر، أنت عليها من ذلك، وتحاول أن تفتح أسواقا جديدة أو تغزو أفريقيا بمعنى الأصح بما لها من يعني أفريقيا مساحات شاسعة، يعني عدد كبير من السكان، ومصر أيضا مشاركة في مصر مشاركة في 3 تكتلات اقتصادية، الكومسا، الساتك، ودول غرب أفريقيا. فكيف يمكن هنا أن تستغل الصين أو هذه الدول المشاركة في فعلا الدول المشاركة في هذه القمة مصر كمعبر للتجارة إلى دول أفريقية؟ يعني أهمية يعني الصين تولي أهمية كبيرة جدا للجانب المصري، خاصة يعني من خلال يعني قناة السويس التي تعتبرها المحور الغربي لطريق الحرير والطريق. وأعلن يعني السيد سونغ أيقوا السفير الصيني منذ يومين، قد أعلن صراحة أن مصر هي بوابة الصين لعبور العالم العربي والعالم الإسلامي، وأيضا مصر هي نافذة الصين للقارة الأفريقية. مصر تعد دولة مهمة جدا ومحورية جدا، خاصة موقعها الجغرافي وموقعها الاستراتيجي، يعني لأن مصر هي بوابة ربط أفريقيا بأسيا بأوروبا بمنطقة الشرق الأوسط ككل. وبالتالي فإن الصين تولي عناية خاصة، وكما ذكرت أن الصين قد أعلنت عن تدشين أو بدء استثمارات بأكثر من 40 مليار دولار في الفترة المقبلة. منذ عدة أيام شهدنا تدشين أو توقيع اتفاقية القطار الكهربائي الذي يمر من مدينة السلام والعاشر رمضان ويربطه بالعاصمة الإدارية الجديدة. تم توقيع هذه الاتفاقية مع شركة أفيك الصينية باستثمارات أكثر من 1.2 مليار دولار، يعني بمساحة أكثر من 66 كيلومتر مربع، 11 محطة سيتوقف عندها. يعني وهناك أيضا استثمارات صينية كبيرة جدا في مشروعات الكهرباء، هناك محطة للمحولات الكهربائية يعني سوف يتم تدشينها قريبا، فضلا عن محطة يعني مشروع كبيرة جدا، مشروع الفايبر جلاس لإنتاج الألياف الزجاجية في العين السخنة. و
التواجد الصيني الكبير في عدد من المشروعات المختلفة سواء في منطقة خليج السويس، خاصة المحور الغربي، العين السخنة، وأيضا العاصمة الإدارية الجديدة والمرافق المختلفة والحديقة الصناعية الكبرى التي تنوي الشركات الصينية المتواجدة الآن إنشائها. ويعني يعني هذا العام تحديدا هناك أكثر من 100 شركة صينية تعمل في القاهرة باستثمارات ضخمة. ارتفعت حجم الاستثمارات الصينية هذا العام إلى أكثر من 420 مليون دولار بالمقارنة بالأعوام السابقة. العام الماضي كان حجم التبادل التجاري بين بكين والقاهرة 12.8 مليار دولار، ارتفع أكثر من مليار دولار هذا العام. وبالتالي هناك يعني شبكة كبيرة جدا من العلاقات الاقتصادية السياسية حتى الثقافية. نعم. باعتبار أن عام 2016 كان عام الثقافة المصرية الصينية. ودكتور نادر، لما تكلمت حضرتك على طريق الحرير وكيف أن الصين لها رؤية مهمة جدا في إعادة أو إحياء طريق الحرير مرة أخرى، هناك طريق مهم جدا يربط ما بين مصر والسودان عن طريق ميناء أرقين، يتجه إلى جنوب أفريقيا في مراحله المتقدمة أو المتأخرة إلى كيب تاون، أنت تعلمين ذلك. وهنا الطرق مهمة جدا بالنسبة للاستثمارات حتى يتم نقل البضائع وغيره. كيف يمكن أن نستغل هذه الطرق المتواجدة في أفريقيا مرة أخرى لكي نؤكد على أهمية مصر كبوابة للمنتجات لهذه الدول، دول البريكس، ليس الصين فقط لكن كل هذه الدول، إلى العبور إلى أفريقيا بسهولة ويسر؟ يعني أعتقد أن كلها العلاقات متنوعة ومتشابكة. مصر هناك علاقات، يعني إذا ما تحدثنا على مستوى العلاقات الصينية المصرية الأفريقية نجد أنها كلها علاقات متشابكة. على سبيل المثال نجد أن هناك يعني على مستوى وطبعا العلاقات الثنائية بين القاهرة وبكين، هناك منتدى التعاون الأفريقي الصيني العربي الصيني، فضلا عن استضافة الصين. وهذا الموضوع في حقيقة الأمر لم تلقي عليه أو لم تسلط وسائل الإعلام المختلفة الضوء عليه بشكل يعني مركز، هو أن بعد قمة البريكس مدينة يانتشوان في مقاطعة مينغيشيا شمال غرب الصين ذات الأغلبية التركز الأغلبية المسلمة سوف تستضيف الدورة الثالثة لمعرض الصين الدول العربية، ومصر صحيح. هي ضيفة شرف المعرض هذا العام. فضلا عن يعني إذا ما تحدثنا عودة لسؤالك حتى الأقفز عليه، نجد أن مصر عضوة في مبادرة الحرير والطريق، والدول الأفريقية أيضا عضوة في مبادرة الحرير والطريق الذي سوف يمر بأكثر من 60 دولة. جنوب أفريقيا أيضا يعني دولة عضوة في هذه المبادرة فضلا عن عضويتها في البريكس. نجد أن هناك محور الإسكندرية كيب تاون، وهو محور كبير ومهم للغاية، سوف يمر بأكثر من 15 دولة أفريقية، وسوف يختصر المدة والمسافة إلى أقل من 22 ساعة، ويعني حوالي أكثر من 10,000 كيلومتر مربع. فبالتالي يعني فضلا عن يعني التجمعات الأفريقية الثلاث التي تربطها أيضا بمصر علاقات صحيح. مشتركة مثل الصداق شرق إفريقيا الكوميسا، فضلا عن التجمعات تجمع الصحراء والساحل، وهذه الدول أيضا تربطها علاقات بشكل أو بآخر بالصين. ونجد أن يعني دعني أرجع بك أيضا إلى الوراء وكلمة السيد جيم أونيل، وهو كبير الاقتصاديين في بنك جولدمان ساكس، وهو يعني أول من أعرب عن تدشين قمة البريكس عندما قال إن إن أفريقيا هي نافذة عبور الصين إلى صحيح. العالم أو دول البريكس إلى العالم، خاصة وأن هناك في حقيقة الأمر يعني صراع حول مناطق النفوذ بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والدول الأوروبية المختلفة. وأيضا نجد أن يعني نحن نتحدث عن دول البريكس، هذه الدول الخمسة لديها علاقات متقاطعة بشكل أو بآخر مع الغرب ومع واشنطن. هناك تحديات صحيح. حتى على مستوى العلاقات تواجه هذه الدول مع الولايات المتحدة الأمريكية صحيح. هناك الصين أو بكين نعم. دوما تعرب عن يعني غضبها وأسفها الشديد من التدخل الأمريكي السافر في شؤونها. روسيا أيضا لديها علاقات متوترة مع واشنطن، خاصة بعد طرد صحيح. واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي. وهو واضح طبعا أن الملفات السياسية طبعا العلاقات السياسية دكتورة نادية العلاقات السياسية والملفات السياسية بالضرورة بتنعكس على النواحي الاستراتيجية وأيضا الناحية الاقتصادية، لأنه هناك ارتباط وثيق ما بين يعني العلاقات السياسية والعلاقات الاقتصادية. أشكرك إذن. مباشرة كنت معي الدكتورة نادية حلمي الباحثة في الشؤون الصينية أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف، أشكرك شكرا جزيلا.
الحصاد مستمر معكم. وفيه بعد الفاصل، قمة بريكس قوة اقتصادية لإحداث التوازن الاقتصادي العالمي. أهلا بكم من جديد في ثاني ملفات حصادنا الإخبارية، ونواصل معكم هذه الملفات. افتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ منتدى أعمال قمة بريكس في مدينة شيامين بمقاطعة فوجيان بجنوب شرقي البلاد بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزعماء غينيا، المكسيك، باكستان وتايلاند. يشارك الزعماء الخمسة في الحوار ما بين الأسواق الناشئة ودول مجموعة بريكس تضم الصين، الهند، البرازيل، روسيا، جنوب أفريقيا، ويجرون حوارا مع زعماء دول بريكس بشأن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. وتؤسس القمة إلى مرحلة جديدة من التعاون ما بين الدول النامية ذات الاقتصادات الكبرى لمواجهة شبح الركود الاقتصادي والإجراءات الحمائية التي تشكل تهديدا بالغا لحرية التجارة والنمو الاقتصادي العالمي ولإعادة رسم خريطة ميزان القوى الاقتصادية بالعالم. تجمع بريكس يؤسس لمرحلة جديدة من أجل إنهاء السيطرة على الاقتصاد العالمي وإحداث توازن في الاقتصاد العالمي لمواجهة شبح الركود. العرض المعلوماتي التالي يوضح لنا أهمية قمة بريكس. أهلا بكم. يؤسس تجمع بريكس لمرحلة جديدة من التعاون بين الدول ذات الاقتصاديات الواعدة لمواجهة شبح الركود الاقتصادي والإجراءات التي تشكل تهديدا لحرية التجارة والنمو الاقتصادي العالمي، وكذلك إعادة رسم خريطة ميزان القوى الاقتصادية في العالم من خلال التحول نحو اقتصاد ونظام عالمي متعدد الأقطاب. يهدف تجمع بريكس إلى كسر الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتحقيق التوازن في النظام الاقتصادي العالمي وإيجاد بديل فعال لصندوق النقد والبنك الدوليين، إلى جانب تعزيز شبكات الأمان الاقتصادي للدول الأعضاء. دخلت آلية تعاون مجموعة بريكس عقدها الثاني لتصبح نموذجا للتعاون الدولي في شتى المجالات، حيث تضاعف اقتصادها خلال السنوات العشر الأخيرة، ويسهم تكتل بريكس بنسبة 50% في النمو العالمي، ويبلغ الناتج الإجمالي نحو 17 تريليون دولار، كما تمتلك دول المجموعة 23% من إجمالي اقتصاد العالم مقارنة ب 12% قبل 10 أعوام. كما نجحت المجموعة في زيادة التبادل التجاري بين أعضائها ليصل في عام 2016 إلى 16 تريليون و 600 مليار دولار. مع افتتاح دول البريكس بنك التنمية الجديد برأس مال قدره 100 مليار دولار وإطلاق صندوق نقد احتياطي للطوارئ، حقق التجمع جزءا من أهدافه من خلال وضع شروط ائتمانية أكثر تيسيرا على الدول النامية وتدويل العملات المحلية وإمكانية توفير قروض آجلة وميسرة لبلدان العالم الثالث وتحقيق معدلة نمو أسرع للدول الأعضاء. إذن هو تجمع بريكس يسير نحو تحسين النظم المالية والنقدية الدولية ودعم التعاون بين دول العالم في مجالات الثقافة والتعليم ورعاية المبتكرين وإقامة شراكة أوسع نطاقا وتعزيز التعاون بين الأسواق الصاعدة والدول النامية في إطار مبادئ الانفتاح الشمولية والتعاون المربح لجميع الأطراف بهدف إعطاء زخم إيجابي للنمو الاقتصادي العالمي والتنمية المشتركة لكل دول العالم. نشكر الزميلة رغدة منير على هذا العرض التفصيلي الذي أوضح لنا بشكل تفصيلي ماهية هذا التجمع أو تجمع بريكس. ولمزيد من إلقاء الضوء أكثر حول هذا التجمع ينضم معنا مباشرة الدكتور كمال الدسوقي، عضو جمعية رجال الأعمال المصرية الصينية ونائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحادي الصناعات. مرحبا بك دكتور كمال. يعني وفي مستهل الحديث عن قمة البريكس لابد أن نسلط الضوء أكثر على العلاقة بين مصر والصين التي تضرب في عمق التاريخ، وتحديدا إذا تحدثنا عن التاريخ الحديث أن هناك مواقف كثيرة للصين تجاه مصر، بدءا من يعني تأييدها لتأميم قناة السويس، وأيضا يعني نقدها لأن يكون هناك عدوان ثلاثي على مصر، ونحن نعلم أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة. رؤيتك لعلاقة مصر بالصين وتحديدا في العصر الحديث.
صباح الخير عليك وعلى مشاهدينك في كل مكان. والحقيقة سؤال حضرتك سؤال مهم جدا. الحقيقة منتدى بريكس ده منتدى تم تأسيسه سنة 2006 بين مجموعة من الدول بترتيب الحروف البرازيل وروسيا والهند والصين، وبعد كده انضم ليهم جنوب إفريقيا. الحقيقة هذا المنتدى بيضم تقريبا 40% من سكان الأرض، وهذا المنتدى بيمثل حوالي ربع الاقتصاد أو الناتج العالمي، بيمثل 50% من حجم النمو العالمي. وأنا أعتقد أن هذا الاقتصاد أو هذا المنتدى سينافس اقتصاديات كبرى زي الاتحاد الأوروبي وبعض المنتديات الكبرى في أمريكا وأمريكا اللاتينية. الحقيقة دعوة مصر لهذا المنتدى بيعطي مجموعة من المؤشرات. المؤشر الأول مدى عمق العلاقة بين مصر وبين معظم هذه الدول. المؤشر الثاني هو قدرة الاقتصاد المصري على الهيكلة وإعادة بنائه مرة أخرى ونمو. هذا المنتدى زي ما حضرتك عارفة هم أسسوا البنك التنمية الخاص بيهم، وكان بدايته 100 مليار دولار، وهناك خطة أخرى أن يكون في 200 مليار دولار احتياطي نقدي. وهذا المنتدى فعلا في خلال يعني هو متوقع له حتى 2050 هيكون أقوى من الاتحاد الأوروبي نفسه. نعم. طب دكتور كمال، انطلاقا من هذه النقطة تحديدا والحديث عن هذا أو تدشين هذا البنك، بنك التنمية الجديد الذي سيوفر وسيتيح العديد يعني أو سييسر أيضا العديد من الشروط الائتمانية، وسيكون هناك شروط أكثر تيسيرا على الدول النامية وتدويل العملات المحلية، فلتحدثنا أيضا بالتفصيل عن هذه الخطوات الاقتصادية التي تتحقق من خلال بنك التنمية الجديد التابع لهذه المجموعة ومجموعة بريكس. هذا المنتدى في الحقيقة هو يعني حينما تم التفكير فيه وتأسيسه في 2006 كان له أهداف. أهم هذه الأهداف هو كسر الهيمنة وسيطرة القطب الواحد على الاقتصاد العالمي، وهذا لن يتم إلا بإنشاء صناديق ومنتديات قوية لأقطاب أخرى. مفيش شك أن هذا المنتدى وهذا البنك وبنك التنمية سيكون له اهتمام كبير جدا بكل من الطاقة واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة وتوفير فرص بديلة لعملات أخرى قد يعني نراها موجودة في السوق الآن في الأسواق الدولية أو أسواق الاقتصاد بديلة للعملات الرئيسية المعروفة اللي حضرتك عارفها زي الدولار واليورو. من المتوقع أن هذا المنتدى يؤثر تأثير كبير وشديد في الدول المؤسسة المنتدى والدول الاقتصاديات الناشئة التي ستتعاون أو قد تنضم إلى هذا المنتدى فيما بعد. ومصر من الدول المرشحة بقوة نتيجة لعدة أسباب رئيسية. أولا عمق العلاقات التاريخية بيننا وبين معظم هذه الدول. صحيح. وأنا عايز أفكر السادة المشاهدين أن العلاقات اللي بيننا وبين الصين سنة 1953 كان حجم الصادرات المصرية للصين من القطن والجلود وبعض المنسوجات حوالي 10 مليون دولار. وكان حجم الواردات اللي جايالنا من الصين في ذلك الحين 600 ألف دولار فقط.
يعني بالطبع دكتور كمال، يعني الفكرة العامة والشائعة لدى يعني كثير من الشعب المصري بأن مصر فقط تستورد من الصين وليس هناك أي صادرات مصرية إلى دولة الصين، فهذا يعني هذا الحديث الذي تقول به بأن هناك يعني مليارات الدولارات يتم يعني تصديرها أو يعني الحصيلة النهائية وهي مليارات الدولارات، بأن مصر تقوم بالفعل بتصدير العديد من المواد والمنتجات المصرية، هذا نريد أيضا أن نسلط الضوء عليه معك في هذا الحديث. لا، هو حاليا حجم التبادل التجاري بين مجموعة البريكس أو منتدى البريكس وجمهورية مصر العربية حوالي 20 مليار دولار. الصين فقط تستحوذ على 10 مليار دولار من العشرين. وعندنا حجم تبادل تجاري مع روسيا حوالي 4 مليار الا ربع دولار. وعندنا حجم تبادل تجاري مع الهند حوالي 3 وربع مليار. عندنا مع جنوب افريقيا تقريبا يعني مليار الا ربع. عندنا مع البرازيل مليار 750 مليون. فعندنا حجم تبادل كبير واحنا عندنا فرص كبيره. الحقيقه ان انا عايز اقول ان التعاون ما بين الدول اقتصاديا يجب أن يقوم على المصلحة المتبادلة والند بالند. وأنا بقول إن الاقتصاد المصري اقتصاد قوي يستطيع أن يتعاون مع هذا المنتدى ويستطيع أن يحقق مكاسب كبيرة، وهذا المنتدى أيضا سيستفيد من حجم التعاون والتبادل التجاري بين مصر وبين هذه الدول، لأن احنا عندنا دلوقتي مصر في نظام هيكلة الاقتصاد الجديد اللي قامت به الحكومة العام الماضي، وحجم الإنشاءات والبنية الأساسية اللي بتقوم بها مصر من المشروعات الكبرى على مستوى العالم، وهذا المنتدى يهتم جدا بأنه يكون موجود وله دور سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو في محور قناة السويس أو في المثلث الذهبي. هذه مشروعات سيتم إنفاق المليارات الكبرى عليها لإعادة توجيه اقتصاد الدولة المصرية مرة أخرى ووضعها على مسار اقتصاديات الدول الكبرى وليس الناشئة. نعم دكتور كمال، الحديث أيضا على نجاح مجموعة البريكس أدى بشكل كبير إلى أن تسعى دول هذه المجموعة وتحديدا الصين إلى تشكيل ما يسمى ببريكس بلس، وهي أن من خلال بريكس بلس تضم عدد آخر من الدول الأخرى وتحديدا من الدول النامية حتى يكون هناك مجموعة أكبر من هذه الأربع أو الخمس دول الأخرى. ما نصيب مصر من هذه المجموعة القادمة أو المرتقبة وهي بريكس بلس، وأيضا ما هي الدول الأخرى المرشحة للانضمام لبريكس بلس؟ ده حقيقي مجموعة الدول المؤسسة أو الاقتصاديات البازغة بيسموها مجموعة الدول الاقتصاد القوي اللي تم تأسيسه تم توجيه الدعوة لخمس دول. الخمس دول الحقيقة يعني منوعين ما بين أفريقيا وأمريكا ويعني في مصر وغينيا وطاجيكستان والمكسيك. أنا شايف الحقيقة أن مصر أقوى هذه الاقتصاديات حاليا، وهم مصلحة هذا المنتدى أن يكون عنده تعاون ما بين اقتصاديات نشأة واقتصاديات بزغة. يعني هذا التعاون ما بينهم بالتأكيد هينعكس على هذا المنتدى بنتائج إيجابية جدا سواء على المستوى الاقتصادي أو حتى على المستوى السياسي أو الجيوسياسي كمان. وهم لهم مواقف الحقيقة داعمة لمصر معظم هذه الدول، وأولهم الصين الحقيقة عندها وعندنا اتفاقيات تبادل تجاري كبيرة بيننا وبينهم. يعني إحنا كان في ما بيننا وبين الاتحاد الأوروبي اتفاقية اللي هي اليورو 1 أو تطبيق إن تقريبا زيرو جمارك. كنا بيننا وبين الصين في جمارك. فالحقيقة النهاردة مع الاتجاه للصين وان هي دوله ابتدت تدعمنا، وان هي دلوقتي عندها استثمارات في العاصمه الاداريه الجديده في حدود مليار، واتوقع ان الرئيس والمجموعه الاقتصاديه اللي معاها هتوقع مجموعه اخرى من الاتفاقيات مع هذه الدول.
وهيكون في عائد كويس جدا. نعم. على في مجال الاستثمار في. نعم. البنيه الاساسيه. نشكر والطاقة الدكتور كمال الدسوقي عضو جمعيه رجال الاعمال المصريه الصينيه ونائب رئيس غرفه صناعه مواد البناء باتحاد الصناعات، نشكرك جزيل الشكر. وننتقل معكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه الى موفد اون لايف الزميل احمد ابو زيد من مدينه الشيامن الصينيه. مرحبا بك زميلي احمد مره اخرى. يعني الان نرى في الشاشه يعني صباح يوم جديد من مدينة شيامن الصينية، ما هي آخر الاستعدادات الآن زميلي أحمد فيما يخص هذا اليوم الجديد لعقد قمة بريكس؟ ما يخص هذا اليوم لبنى أننا بتنا على بعد ساعة أو أكثر قليلا من بدء المحفل الأساسي لبدء هذه القمة. بالمناسبة بالأمس كان إذانا بالبدء ولم يكن البدء الفعلي، نحن الآن يفصلنا ساعة أو ساعة وأكثر قليلا على التقاط الصور التذكارية للزعماء المشاركين في أعمال هذه القمة. سيتم التقاط الصور التذكارية كإجراء بروتوكولي تدأب عليه كل الدول التي تنظم مثل هذه المحافل، وتعرف الصين دوما هذا النظام من بدء الأعمال الفعلية لأي محفل من المحافل الكبرى التي تنظمها. سيذهب الرؤساء إذن لالتقاط هذه الصور التذكارية، ثم بعد ذلك يتم الحديث عن جلسة مجلس الأعمال الذي سيتم تنظيمه، وفيها سيتم الحديث حول مجمل القضايا التي ترتبط بآفاق التنمية وكذلك أفق الشراكة المنتظرة بين دول البريكس، إذا كنا نتعامل بطبيعة الحال مع ما تحدث فيه الرئيس الصيني شي جين بينغ عن كشف حساب لما تم تقديمه لدول تحالف البريكس على مدى العقد الفائت وهو عمر هذا التحالف. الآفاق رحبة للغاية، الأحلام والآمال والطموحات صارت مترجمة على أرض الواقع إلى حد بعيد، ما يفتح المجال أمام حديث أكثر بعدا ربما عما تم إنجازه، الحديث عن صيغة بريكس زائد أو بريكس بلس التي أشرت إليها قبل لحظات لبنى، الحديث عن احتمالية أن يتم ضخ أموال جديدة في البنك الذي تم تدشينه فعليا قبل نحو شهر ونصف الشهر تقريبا في مدينة شنغهاي أو بالتساوي بين كل الدول المنضمة لتحالف البريكس، الحديث كذلك عن صندوق الطوارئ، والحديث عن توسيع أفق التعاون مع دول من خارج هذه المظلة مظلة البريكس. هذا ما أشار إليه الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهذه هي الرؤية الصينية بالمناسبة منذ تدشين هذا التحالف، هو ألا يكون مقتصرا على هذا التحالف الخمسي فقط وإنما أن يمتد لآفاق أبعد من هذه الدول، إيمانا من الصين دائما بأن الشراكة وحدها هي التي تخلق التنمية، ولا يمكن لدولة منفردة أن تخلق التنمية بذاتها منفردة حتى وإن كانت تختص بنفسها. إذن أحمد يعني نستطيع القول بأن هذه القمة تعتبر هي أول الطريق أو أول الخيط لأن يكون هناك بالطبع انضمام لهذه الدول التي تم دعوتها من قبل الصين وباقي الدول الخاصة بمجموعة بريكس، لأن يكون هناك بالفعل بريكس بلس. يعني هذا تم تداوله في الصحف الصينية أم أنها فقط يعني تتداول عبر وسائل الإعلام والصحف العالمية فقط؟ ليس حديثا لوسائل الإعلام لا الصينية ولا غير الصينية، هذا حديث صادر عن الدولة الصينية الرسمية. نعم. هذا حديث كان صادرا في القمة الثامنة السابقة التي كانت في الهند، هذا حديث كان صادر في القمة السابقة لها في روسيا، وهذا حديث صدر بالأمس رسميا من الرئيس الصيني شي جين بينغ في الفقرة الأخيرة من كلمته شديدة الأهمية بين قوسين حسب ما يراها عديد المراقبين هنا، أنه أطلق بالفعل الدعوة لبريكس بلس وقال إن الشراكة وحدها ومد جسور التعاون بين الدول مختلفة هو الذي يمكن أن يخلق تنمية حقيقية في ضوء جملة من الأزمات الاقتصادية التي ضربت ولا تزال ربما تهدد الاقتصاد العالمي وحالة الاضطراب التي يشهدها الاقتصاد العالمي. دعوة أو صيغة بريكس زائد التي أطلقتها الصين ولا تزال ترحب بها وتدفع في اتجاهها دوما، تحدث فيها الرئيس الصيني شي جين بينغ، ووزير التجارة والصناعة المصري السيد طارق قابيل كان له تصريح مع سي جي تي ان العربية القناة الصينية، وقال إن مصر ترحب دوما بهذه الصيغة وبأن تمتد جسور التعاون مع تحالف كتحالف البريكس، وقال إنه ليس بالضرورة أن يظل تحالف بريكس قاصرا على خمس دول فقط. وبالمناسبة هذا التحالف بدأ في 2006 بأربع دول وكان تحالف البريك، لم تكن وقتئذ جنوب أفريقيا قد انضمت لهذا التحالف، ومن بعد ذلك أصبح التحالف بريكس بإضافة جنوب أفريقيا إلى هذا التحالف، ما يعني أن اتساع آفاق هذا التحالف ليست بعيدة بحال من الأحوال بل يعرفه هذا التحالف جيدا. نعم، يعني يبدو أنها لن تكون هذه تصريحات فقط من قبل الرؤساء والزعماء لما يخص تجمع بريكس
وستكون هذه القمة بالفعل ترجمة حقيقية لهذه التصريحات زميلي أحمد، لأن يكون هناك بريكس بلس وستكون هذه الدول المشاركة هي بالطبع مشاركة حقيقية في هذا التجمع الجديد بريكس بلس. نشكر الزميل أحمد أبو زيد كان معنا من مدينة الشيمن الصينية، نشكرك جزيل الشكر. إذن مشاهدينا الكرام، الحصاد ما زال مستمرا وفيه بعد فاصل. اتهامات عدة تواجه حكومة الوفاق بليبيا بدعمها للإرهاب. أهلا بكم من جديد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في ثالث وآخر ملفات حصادنا الإخباري، وتحديدا في الملف الليبي. ما زالت الجماعات الإرهابية منتشرة في بعض المناطق بليبيا، ازداد نفوذها في مناطق تواجد حكومة الوفاق الوطنية. وفي تقرير صادر عن الأمم المتحدة أكد أن الجماعات المتطرفة بليبيا وجدت الملاذ الآمن وحصلت على دعم مالي وعسكري خلال العامين الماضيين، ما يوجه الأنظار حول دور حكومة الوفاق الوطنية في دعم الجماعات المسلحة وإيوائها. هذا وقد كشفت تقارير دولية ومنها تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن الجماعات الإرهابية في ليبيا وجدت ملاذات آمنة وحصلت على دعم بالمال والسلاح في العامين الماضيين، وهذا يشير بأصابع الاتهام إلى حكومة الوفاق الوطني. تفاصيل أكثر في هذا العرض المعلوماتي. منذ الإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا أواخر عام 2015 نجد أن اختارت طريق التحالف مع الجماعات الإرهابية ومموليها، فلم تكتفي بتوفير الغطاء السياسي لهذه الجماعات بل قامت بخرق حظر استيراد السلاح في مسعى لتقويض المؤسسة العسكرية لصالح قوى خارجية ومشروعات غرضها تقسيم ليبيا. ففي عام 2016 أعلنت حكومة الوفاق الوطني ليبيا تشكيل ما يسمى بقوات البنيان المرصوص، وهي قوات موازية للجيش الليبي المؤسسة العسكرية الشرعية، وضمت تحت لوائها جماعات إرهابية مثل ميليشيات مصراتة وفجر ليبيا المدعومة من جماعة الإخوان الإرهابية ومجلس ثوار بني غازي، وجميعها جماعات لها ارتباط مباشر بتنظيم القاعدة. خلال العامين الماضيين بسطت حكومة الوفاق الوطني نفوذها على سواحل طرابلس، مستغلة ذلك في تمرير شحنات أسلحة وصلت قيمتها إلى 750 مليون يورو قادمة من قطر إلى جماعات إرهابية محظورة يقودها الإرهابيان عبد الحكيم بالحاج قائد المجلس العسكري في طرابلس، وأيضا علي الصلابي زعيم ومفتي تنظيم الإخوان الإرهابي الملقب بقرضاوي ليبيا. ورغم الرفض الشعبي لوصول الإرهابي عبد الحكيم بالحاج إلى السلطة بعد أن فشل في الانتخابات مرتين، إلا أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج منحه نصيب الأسد بالمناصب السيادية ليسيطر بالحاج على وزارة الداخلية، وتم تعيين معاونيه من أمراء الحرب ضباطا في الأمن الداخلي والخارجي والشرطة والبحث الجنائي والاستخبارات العسكرية. وبالنظر للعمليات الإرهابية في دول جوار ليبيا وأوروبا، نجد أن حكومة الوفاق سمحت بانتشار معسكرات تدريب للإرهابيين، وقد أثبتت تحقيقات الشرطة البريطانية أن انتحاري مانشستر تلقى تدريبات في كتيبة 17 من فبراير تابعة مباشرة للإرهابي خالد الصلابي شقيق الإرهابي علي الصلابي. كما تبين أن منفذي العمليات الإرهابية في تونس وبروكسل وباريس تلقوا تدريبات في ليبيا. ومع نجاح عملية الكرامة التي يخوضها الجيش الليبي لإنقاذ البلاد من براثن الإرهاب، عملت حكومة الوفاق الوطني على وضع العراقيل أمام المؤسسة العسكرية، فكان لها مواقف عكسية مثل التنديد باستعادة منطقة الهلال النفطي والحفاظ على ثروات ليبيا المهدرة وتحريك قوات البنيان المرصوص لإنقاذ الميليشيات الإرهابية في بني غازي ومطار الجفرة. إذن هي علامات استفهام كبيرة تدور حول الدور الذي لعبته حكومة الوفاق على مدار العامين الماضيين. أسلحة وميليشيات وإجندات ممولة من الخارج خاصة قطر في وقت تسعى فيه الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب إلى انتشال ليبيا من دوامة الصراع.
إذا أشكرك يا رغد منيرة على هذه التفاصيل وهذا العرض المعلوماتي. ومعنا في هذا الملف مباشرة الأستاذ سراج الدين التورجي، كاتب وباحث في الشأن الليبي. سيد سراج، أهلا بك. أولا، هنا قوات الجيش على الأرض في الناحية الميدانية تتمكن من السيطرة على منطقة النوفلية بكاملها، وتستمر أيضا في تمشيط محيط المدينة لكي تتعقب آثار عناصر داعش الإرهابية. إذا كيف يبدو الوضع هنا في هذه المنطقة؟ مساء الخير أخي الكريم لك ولكل المشاهدين الكرام. أولا اسمح لي بأن أقول لكم كل عام وأنتم بخير، أنتم وكل الأمة العربية والإسلامية. بالنسبة لمنطقة النوفلية ومنطقة الهلال النفطي وسرت تحديدا، سمعنا ادعاءات من البنيان المرصوص بأنهم حرروا هذه المنطقة من أكثر من حوالي سنة فاتت، ولكن نفاجأ بالأمس بهجوم جديد لتنظيم داعش في هذه المنطقة التي يسيطر عليها بنيان المرصوص المدعوم من الإخوان المسلمين ومن قطر ومن تركيا ومن على شاكلتهم، والذي يتبع مباشرة لحكومة الوفاق الوطني الغير دستورية طبعا والغير محترف بها. فوجئنا حقيقة بهجوم داعش وبفضل من الله ثم من القوات المسلحة، صد القوات المسلحة العربية الليبية بحكاية المشير خليفة حفتر هذا الهجوم، وهي الآن تلاحق فلول داعش في الصحراء. وبفضل من الله تم تأمين المنطقة بالكامل. نعم. وتم توجيه ضربة قاسمة لهم من سلاح الجو الليبي ومن سور الجو الليبي، وقد أعلن مساء اليوم منطقة الوسطى وهي في سرت عن توجيه ضربة قاضية لتنظيم داعش عبر سلاح الجو، وكانت ضربة ناجحة 100%. نعم. هنا يعني سيسراج، يعني لماذا اختارت هنا حكومة الوفاق الوطني في ليبيا التحالف مع جماعات إرهابية معروفة في البلاد؟ لم تكتفي فقط بأنها توفر لها الغطاء السياسي، بل قامت أيضا بخرق حظر استيراد السلاح في محاولة لتقويض المؤسسة العسكرية لصالح قوى التطرف والميليشيات المسلحة. هو القوة الإرهاب ومن وراءها قطر، هدفها الأساسي هو تدمير الجيوش العربية، وهذا شيء أصبح معلن وليس بالسر. الجميع يعرف حقيقة الوضع الذي تمر به ليبيا، وأن جماعة الإخوان المسلمين على رأس المدعو علي الصلابي والمدعو أخوه عبد العلي إسماعيل الصلابي هم وراء هذه الجماعات الإرهابية، وهم وراء الدعم المباشر، وهم حلقة الوصل بين قطر وهذه الجماعات الإرهابية. نعم. داخل ليبيا، التي حقيقة مقرها الرئيسي في ليبيا هي مدينة مصراتة، وهي القاعدة الخلفية لانطلاق هذه الجماعة الإرهابية مرارا وتكرارا لهجوم على الهلال النفطي وللسيطرة على مقدرات الشعب الليبي، ولكن هيهات بفضل من الله. نعم. ثم من القوات المسلحة قهرناهم مرارا وتكرارا، وهذا على سبيل الذكر هذا الهجوم الثامن لهذه المجموعات الإرهابية على الهلال النفطي، وبفضل. نعم. من الله تم إفشال هذا الهجوم وتم القضاء عليه. نعم. هنا يعني في يعني المفارقات أن يعني حكومة الوفاق الوطني تقوم بتوفير الغطاء السياسي لهذه الجماعات المسلحة وتوفر لها يعني استيراد السلاح، وهنا السلاح كما هو معروف ممنوع أصلا عن الجيش الليبي الرئيسي، الجيش الشرعي للشعب الليبي. وهنا المفارقة أيضا أن المجلس الرئاسي المنوط به أن يوفر ذلك يقف حجر عثرة ضد قرار تسليح الجيش الليبي. كيف ترى هذا الموضوع؟ نحن نرى أخي الكريم أن المجلس الرئاسي هو حقيقة التوبيه المجتمع الدولي ليكون حكومة وفاق، وهو لا يوجد به أي وفاق. نحن رأينا بالأمس القريب بيان مشترك للدكتور فتحي المجبري والأستاذ علي القطراني والأستاذ عمر الأسود من مدينة بنغازي، يندد بانتهاكات السيد فايز السراج في قراراته المشحفة والقرارات التي تبث فتنة داخل برقة تحديدا. نحن اليوم رأينا أخي الكريم بيان
كيان قوي جدا من قبيلة العواقير، وهي أكبر قبائل في مدينة بنغازي وفي حزام مدينة بنغازي. كان هذا البيان واضح بأنه يدعم الجيش الليبي والقيادة العامة للقوات المسلحة، وأنه يرفض حكومة السراج في مدينة بنغازي وفي برقة بصفة عامة. وتتوالى حسب ما سمعنا هذه الليلة البيانات من أكبر القبائل كقبيلة العبيدات وغيرها من القبائل الكبيرة في على مستوى ليبيا، وأكبر قبائل برقة تحديدا. وهذا الشيء حقيقة يأتي لدرء الفتن التي يحاول البثها جماعة الإخوان المسلمين عبر حكومة الوفاق وحكومة السراج داخل صفوف برقة وداخل وبين أبناء القبائل في برقة والقيادة العامة للقوات المسلحة. ولكن هيهات قبائلنا العريقة في برقة ترفض هذه الفتنة وتظهر لنا ببيانات قوية وشديدة لدعم القيادة العامة للقوات المسلحة، وهي قالت اليوم كلمة واحدة عبر المشاعرنا الحقيقة الذين نجلهم ونوجه لهم تحية إجلال وتقدير عبر قناتكم. بالإضافة إلى بالإضافة إلى زعماء القبائل السيد يعني سراج، هناك أيضا أعضاء في المجلس الرئاسي بنفسه، يعني المجلس الرئاسي كما معروف يخلى بنود الاتفاق السياسي، لكن هناك أعضاء أيضا أكدوا على دعمهم للمؤسسة الشرعية ممثلة في مجلس النواب، العسكرية أيضا بقيادة المشير خليفة حفتر. إذن هنا رؤية مهمة من الواضح لتداعيات الخروج على بنود الاتفاق السياسي سواء في الخارج أو في الداخل. ونحن وهذا ما اشرته لي سلفا بالبيان الذي القاه امس الثلاثة اعضاء المجلس الرئاسي من مدينة بنغازي، وهو الدكتور فتحي المجبري والاستاذ علي القطراني والاستاذ عمر الاسود، الذين يرفضوا حقيقة ونددوا بكل وضوح بالانتهاكات التي يقوم بها السراج والقرارات الحقيقة التي تدعو إلى الكثير والكثير من الريبة، والتي وقعها أن يبث الفتنة داخل المنطقة داخل برقة وداخل مدينة بنغازي تحديدا ببعض التعيينات المشبوهة لبعض الأشخاص، والذي اليوم جاء الرد قويا ومزلزلا من قبائلنا الحقيقة في مدينة بنغازي وما حولها، رفضا لهذا هذه التعيينات المشبوهة لبث الفتن داخل مدينة بنغازي. إذن دعني أشكرك مباشرة، كنت معي الأستاذ سراج الدين التورجي الكاتب والباحث في الشأن الليبي، أشكرك شكرا جزيلا. هنا أيضا في الشأن السوري وخاصة بتنظيم داعش، محافظ دير الزور في عاجل، الجيش السوري يصل للمدينة المحاصرة من داعش خلال 48 ساعة فيما يخص تنظيم داعش أيضا. إذن مشاهدينا الكرام لن يتبقى الآن إلا وإليكم أهم ما جاء في ملفات اليوم. السيسي يشارك في قمة بريكس واجتماعات ثنائية مع عدد من الزعماء. بريكس من مجموعة اقتصادية إلى قوة دافعة للنمو الاقتصادي العالمي. وتقارير أممية تشير بأصابع الاتهام لحكومة الوفاق بدعمها الجماعات الإرهابية. إذن مشاهدينا الكرام نحن مستمرون معكم على رأس كل ساعة في خدمة إخبارية جديدة ما بين سياسية واقتصادية ورياضية. شكرا لبنى وشكرا لكم وإلى ملتقى.